وطننا محتاجنا. ما نكذبش عليك، انا في الداخل كنت نبكي كاي ام. ما هي سهله، احنا ثلاثه في عائله واحده نخدموا في المستشفى وما تغيبناش نهار، وكنا بنتي، انا عندي بنتي 14 سنه تقول لي يا ماما انتم في ثلاثه دوك تجيبوا لنا المرض. كنا اللي جي نتاع الصح في الدار، كنا نقوموا بالنظافه الكامله. عندي طفله وطفل في الدار ثاني، خفت الزوج، خفت نعديهم انا ومرت بني ووليدي. بصح ما من الضروره احكام، ما عندناش اختيار. احنا رانا في حرب، نخوضوا في هذا الحرب، لازم ننتصروا. الانتصار ما عندناش لا مفر من الانتصار. ما نتخلوش على وطننا، لو كان ندفعوا كاع وليداتنا وندفعوا عائلاتنا وندفعوا، ما نتخلوش. درك هذه حرب، والحرب لازم نخرجوا منتصرين ولا نموت. فهمت؟ يا انتصار او موت. ان شاء الله الكورونا هذا يرفد علينا رب العالمين، ويشافي أمة محمد ويرحمنا برحمته الواسعه ان شاء الله. القصه انه كانت عندي مهمه نقل المريض الى البوليده، والمريض طب الاطفال كان في حاله حرجه، ومن بعد شفت اللورد ميسيو الامر بالمهمه انه لازم نقل المريض الى البوليده. وتعرفوا واش راح حاصل مستشفيات البوليده. كانت الوالده واقفه معايا، قلت لها امي البليده واش راه صار وكذا. قلت لي يا وليدي لازم تكون جند من جنود الوطن، ولازم تحارب، لانه وعدتني في الاول انه راح تحارب الاخر نفس، والوعد تاعي الاخر نفس، لانه احنا عائله في التمريض، لانه الام تاعي ممرضه وانا ممرض. الام تاعي لما كانت تلبس فيا حسيت حوايج بزاف بزاف بزاف، هذو الحوايج هما اللي اثروا فيا كثير كثير. وانا في الطريق بقيت نخمم غير في هذيك اللحظه تاع انه الام تلبس فيك، وقالت لي يا وليدي انا راني نرمي فيك، مانيش نرمي فيك الهاويه، راني نرمي فيك للشهاده من اجل الوطن، وانك تكافح لمصلحه المريض، لاننا كلنا لاجل المريض وكل لاجل الوطن. لانه لو كان من الوطن كوننا وقررنا ماناش في هذا البلاصه، ربي يرفع البلاء. ونشكر ايضا الزملاء، لانهم والله راكم تعرفوا الامكانيات قليله ولا مش قليله، راهم يجاهدوا في سبيل الله، وان شاء الله يا ربي يرفع لنا الوباء. وانا نقول لك وعد كما وعدت امي، نوعد الوطن تاعي اني راح نضحي باخر نفس من حياتي. شغل ربي مادام سبحانه حطني في هذه المهمة، لأنه أخذنا عهد أننا على الدرب سائرون.